لا بلا شيء كبير. هو والله انت هو صاحب القوة والعزة والشجاعة، وما في احد وده انك تكون احسن منها الا ابوك. الان نشوف مع بعض فيديو. مساكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. يا ابو علي يا عبد الله الرزقي، ايش حالك وايش حال اخوياك؟ الله لا يهينكم جميع، والله يجملكم ومنسينا ومجملينا، والله يطول اعمالكم. وعندي قصيدة لكم مهداه لكم عموم. يا الله يلي تست الناس لرضاه، الواحد المعبود رب العالمين، انك تجمل كل من جاء في القناة لجنة ومسؤولين ومتنافسين. اللي يقوله الله الله في الصلاة، بإذن الله ان انتم كل ابوكم فايزين. كلمة يا ابو علي توجهها الوالد او رسالة. اول شيء الله لا يهينك ابو سامي على اللي تقدمه لنا كله، وكل واحد منا مشتاق ومشتحن لبيه ولامه ولب، هو القدوه اللي في الحياه. انا ما جربت الابوه لين تزوجت وجاء عندي عيال، والله ما ادري وش اقول، لكن عندي ابيات تسمح لي يا ابن سامي. تفضل ابو علي. يقولي والله احنه من الضيق وادراه، معني نفسي ولاني معني، قد حط لي وجه مع الطيب وجاه، قليل ما سويت وشلون بجزيه، ابي حزامي جعني فدوة اخطاه، اللي على درب النشامة خطاويه، افز لجاني واقوم اتحفاه، اقبل جبينه واقبل يديه. الله الله اللهم صح لسانك ابو علي.